مرحبا، لكل حد بحب الطب أو مهتم بالمواضيع العلمية فهاي القناة إلك. اليوم ما بدي أحكي عن مواضيع علمية، اليوم جاي أحكي عن طلاب التوجيهي. كتير ناس من التوجيهي بعتولي إنه كيف ندرس، شو طريقة الدراسة، شو الإشي اللي يخلينا إنه مثلاً إحنا آخر فترة بنمل. فأنا صراحة حبيت إنه أعمل هذا الفيديو نصائح للتوجيهي، حجاوب على أغلب الأسئلة، ولو بس نصيحة واحدة فادتك فالحمد لله. يعني أنت طالب توجيهي كل كلمة بتهمك وكل نصيحة بتهمك، يعني عن جد أنا بحس طلاب التوجيهي لازم كتير يشوفوا تجارب غيرهم، تجارب اللي قبلهم ويقسوها، مع إنه كل واحد بالدنيا له تجربته. بس يعني مش غلط أبدا إنك تشوف تجارب غيرك، ولا غلط إنك تحاول تعمل طرق غيرك، بس بالآخر يعني كل واحد له طريقته وكل واحد له دراسته. أتوقع إنه هسه بالأردن صار التوجيه بدهم يخلصوا، فإنه هاي النصائح بالأغلب حتفيد الطلاب اللي تبعون السنة الجاي. وبرضه على فكرة يعني ضل معكوا تقريبا شهرين للامتحانات، فأنت يعني بشهرين تقدر تزبط كل شيء مخربه طول السنة، فعاديا يعني لو تشد حالك بشهرين تقدر تلحق. يعني اكيد ما حيكون نفس الكفاءة لما تكون دارس طول السنة، بس يعني انه حتلحق ان شاء الله. ترى انتوا طول الفيديو حتضلوا تشوفوا بسس بمشوا، مش قادر اسيطر عليهم. انا حضلت طول الفيديو ماسك القلم، عشان هيك لما اكون ماسك القلم بعمل هيك بحس حالي انه انا بحكي مع حدا قدامي، وانه افهموا، عرفتوا؟ فانا بدي اياكم تفهموا، ركزوا منيح. المهم اول نصيحة وهي اهم اشي اللي هو الشغف. انا بالنسبة لي بشوف الانسان اللي قاعد بدرس بس عشان علامات ما حيطلع كسبان اشي بالمرة. يعني انت لما تكون حاط هدف قدام عيونك وقاعد تشتغل له، هذا الاشي حيفرق 180 درجة اكيد عن انه انت بس قاعد تدرس عشان تجيب علامة عالية بالتوجيه. فانت اصلا لما تكون انت حاط هدف براسك وحاط تخصص براسك، هذا الهدف هو الاشي الوحيد اللي ممكن يضل يعمل لك تحفيز بين فترة وفترة. لانه يعني اصلا كل ما تكسر شوي، كل ما تهدى شوي وبتحكي بديش ادرس، حتقعد تتذكر انه هذا الاشي اللي انت بدك اياه او هذا التخصص اللي بدك اياه مثلا بده معدل او بده دراسة، فانت حتصير تدرس تلقائي. اكبر تحفيز في الدنيا ممكن يكون هذا. بعدين بتيجي التحفيزات الثانية اللي هي فيديوهات وقصص وهيك، بس اكثر اشي ممكن يحفزك اللي هو الهدف اللي براسك. ثاني نصيحة اللي هي ادرس اول باول وحل كل اشي اول باول. روحت من المدرسة لقيت عليك هالقد واجبات بدك تحلهم، كنت بتاخد خصوصي او مراكز واعطوك واجبات بدك تحلهم وبدك تحل فوقيهم كمان. يعني ما في اشي بخليك تختبر دراستك وبخليك تختبر فهمك خلال الحصة قد الواجبات. مثلا انت ممكن تاخد ساعتين مركز وتروح البيت وتحط راسك وتنام ما تستفيد ولا اشي، اما تاخذ مركز ساعتين وتروح خمس دقائق تحل الواجب اللي اعطوك اياه، حتلاقي حالك مستفيد من المركز مش بس الاستفادة نفسها، اضعاف الاستفادة. لانه لما انت تروح وترجع تحل كل اشي خلاص حتصير تتذكر وتصير تربط الاشياء، بس الموضوع بده شغل. يعني عقلك جاهز يعمل لك اي اشي، بس انت اعطيها نتفة، ادرس شوي اكتر، عقلك حيصدمك قد ايه بتطلع لك اشياء ومعلومات ما كنت تتوقع اصلا تفكر فيها. في شغلة كتير الناس تنساها اللي هي دعاء الدراسة. يعني قبل ما تدرس انت اكتبه على ورقة وخليه قدامك دايما قبل ما تدرس اقرأه. يعني يمكن انت تشوفه طويل وابصر شو، بس رح تتفاجأ من حالك انه بعد فترة حتلاقي حالك اصلا حافظه بدون ما تعرف، عن جد ما بتعرف كيف. يعني انا هسه حافظته مع انه هالقد طوله، بس يعني هاي العادة حتاخد معك لكل حياتك. يعني انا بديتها على التوجيهي ولحد هسه قبل ما ابلش الدراسة خلص دايما دعاء قدامي، ولو ما كان قدامي بتذكره وعلى طول بقرأه. كتير حيساعدكم، يمكن انتم ما تحسوا بالنتيجة من اول فترة، يعني مع الوقت حتلاقوا حالكم بتحفظوا اسرع وبتفهموا اسرع والوقت فيه بركة. فسبحان الله عن جد ما بعرف ليش، بس يعني دعاء الدراسة دائما خلوه قبل وبعد الدراسة. هاي النصيحة عن جد مهمة، حط التليفون بعيد عنك او سكره بالمرة. اي اشي بدك اياه للدراسة حطه قبل ما تبلش. بدك قلم، بدك تعمل كاسة شاي، بدك تحكي مع صاحبيتك، بدك شو ما بدك تعمل في الحياة بتعمليه كله قبل الدراسة. وهالساعتين او الثلاث ساعات اللي بدك تركز فيهم بتسكر التليفون، يا بتطفيه يا بتحطه بالغرفة الثانية يا بتعطيه لأمك، اي طريقة بتعمليها، المهم ما يضل التليفون عندك. حتى لو ما حتفتحيه لا تحطيه عندك، لانه حيشتت تركيزك وحتضلي تطلعي وصل اشعار ما وصل اشعار، بدي اشوف الاشياء اللي بتصير بالدنيا ما حتروح عليكي بساعتين الدراسة اللي حتدرسيهم. يعني التليفون ما حيتغير الأشياء اللي فيه، يعني الأخبار حتضل هي هي على حطة إيدك حتى لما تكمل الدراسة، فما في إيش حيتغير، ما في إيش بستناكي، عشان هيك لا تمسك التليفون. قسم وقت دراستك. شو يعني قسم وقت دراستك؟ يعني أنا مش من الناس اللي بتأيد إنك تقعد مثلاً ست ساعات، طول هالست ساعات متواصلة تقعد تنحت تنحت تنحت، بس تخلص الست ساعات تقوم وخلص خلصت. أنا أول إشي هذا الإشي كتير متعب
وكتير بتجهد عقلك، يعني افرض انت تعبت بهالست ساعات، لا انت بدك تجابر حالك انك تدرس غصبا عنك، طب مو عقلك مسكر. وفي ناس تزبط معهم يعني عادي، من الناس اللي ما بيقدروا يركزوا كتير، وانا كنت من هاي الناس بقسم وقت دراستي. في ناس مثلا عندهم اخوان صغار، عندهم قرايب، عندهم بتلاقي البيت فيه ازعاج، فلا مثلا انت اصحى الصبح كل الاشياء اللي بدها حفظ حطيها من الفجر لبين ما يبدا الازعاج، انا بخلص الاشياء اللي بدها حفظ. مثلا بعدين وقت الازعاج عادي مثلا يكون في بدك تدرس اشياء فيها فهم او رياضيات او فيزياء، بحس عادي مثلا لو كان في شويه ازعاج ما باثر كتير زي مواد الحفظ. وفي ناس اللي مش سائله على الحالتين، تدرس في الازعاج وما في ازعاج بتدرس، هذول نيالهم صراحه. انت خلصت الجزئية، تحددي كمان جزئية، مثلا هاي الجزئية انا بدي اخلصها قبل ما يبلش الغداء، يعني انا ما بقعد على الغداء الا انا مخلصة هذا الاشي. هذا الاشي انا كنت اعمله بالتوجيهي وكتير كنت انجز وبدون ما احس. بعد الغداء برجع بحط جزئية تانية، بعدها مثلا بعمل اشي، بدي اقعد اشرب كاسة شاي هيك لحالي مخمخ 5 دقائق، بعدين برجع مثلا بكمل على جزئية تانية. اخر ساعة باليوم تكون مراجعة لكل اشي درسته، وانت تدرس كتبت الاشياء اللي مش كتير فاهمها او مش كتير حافظها، حطيت عليها علامة، حطه نهاية اليوم انك ترجع تراجعهم او ترجع تدرسهم. فانت هيك تتأكد انه انت نهاية اليوم عملت اللي عليك وخلص، يعني خلصت. بس كلنا بنعرف اصلا انه دراسة الفجر كتير بنصحوا فيها انها وقت حلو للدراسة، وانه وانه وانه، بس انا برأيي المتواضع يعني انه في ناس بتركز بالليل اكتر من الفجر بمليون مرة. يعني انا مثلا اوقات بتلاقيني بالليل فل تركيز، واوقات بتلاقيني بالفجر فل تركيز، واحيانا العكس. بحس ما دخل يعني مش معيار بالمرة، فيعني كل واحد يدرس بالوقت اللي بناسبه. انت حسيت انه هسه تركيزك فل، بس انه والله عشان الوقت مش فجر فبديش ادرس، لا، مدام تركيزك فل حتى لو بنص الليل بتقوم بتدرس وبتعمل اللي عليك عادي، مدام انت فيك طاقة وفيك نشاط انك تدرس، ما حدا ماسكك فادرس، يعني لا ترد احدا. ولو مع كل هاي الطرق وانك قسمت وقتك وانك درست انت بالوقت اللي بناسبك وانك بس مع كل هذا انت قاعد بتسرح ومش قادر تركز، ممكن يكون بسبب طريقة دراستك. مش شرط انها طريقة دراسة غلط، ممكن هاي الطريقة تكون فعالة معك بلحظة معينة، مثلا باليوم الثاني تلاقيها مش ظابطة معك، عادي جدا، لانه اصلا طبيعة الانسان شخص ملول. فالحل بحالة زي هيك انك تغير الطريقة، زي مثلا انت كنت بس بتدرس قراءة، لا صير اكتب، انت بس بتكتب، لا صير مثلا اقرأ بصوت عالي، اذا برضو ما نفع معك قوم امشي وانت تقرأ، اذا برضو ما نفع معك احفظ مثلا فقرة وخلي حدا يسمع لك، اذا برضو ما نفع معك خلي حدا يجي يدرسك، اي طريقة، يعني ما في مهرب من الدراسة. بدك تدرس بدك تدرس بالتوجيه، يعني ما حاحكي لك قوم ما تدرسش، بدك تدرس بس بطريقة تانية. في نقطة كتير كتير مهمة اللي هي نقطة التكرار. مثلا بالعادة احنا بنقرأ الدرس وبنحكي يا الله ما اسهل وما اكفه ويا الله حفظته وبنسى، بحكي خلص ما انا درسته وحليت عليه بنفس الوقت وخلص يعني حفظته وبنسى. كل ما اجي مثلا بدي ارجع ادرس بحكي خلص الدرس هذا حافظته وخلص بمشي عنه. هذا اكبر غلط ممكن تعمله. شو ما كان الدرس تافه، لو انت عدد دراسه الماده كلها بدك ترجع تشمله. اني انا ما بفضل تكرار الدرس كامل، انا بفضل مثلا انت درست الدرس تكتب التلخيص عن هذا الدرس، ومثلا اذا عندك دوسيه وملخصه كثير ممتاز، انت بتكون دارس الدرس بترجع بتعيدها على الدوسيه، هيك بمشي الموضوع. هذا هو التكرار، التكرار انك تكرر الاشياء المهمه اللي انت بدك تضل متذكرها، مش تكرر الدرس كامل حتى اتفه الاشياء ترجع تدرسها، مش هيك الوضع. يعني عن جد حل الاسئله يعني اشي كتير سفاح. يعني في ناس تحكي لك انا درست 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 بس فتت على الامتحان حسيت حالي مش دارس اشي، عادي اش طبيعي جدا يصير معك زي هيك اذا انت اصلا مش حال اسئله، ماشي عقلك حفظ الدروس قد ما انت عدت وهيك، بس ما شاف النمط الثاني للاسئله. وفي اشي كنت بعمله بالتوجيه بدي اغششكم اياه، اسحب امتحان الوزاره تبعون السنوات السابقه واقعد احل، بس ما كنت احل مثلا السؤال وخلص امشي عنه، لا، كنت بشوف هذا السؤال ايه، او والله هذا السؤال جابوه من هاي الفقره معناته هاي الفقره مهمه، برجع بدرس هاي الفقره وبدرس كل المعلومات اللي فيها. وعن جد بتصدف مثلا برجع بقرا سؤال تاني بتكون من نفس هاي الفقره. فانا مع الوقت لما صرت احل اكثر من امتحان صرت اعرف شو الاشياء اللي بركزوا عليها اكثر اشي. برضه انت بتصير تحسب حساب مثلا الاسئله اللي جابوها خلص اجت انا حفظتها، الاشياء اللي ما جابوها بركز عليها لانه احتمال كبير برضه انهم يجيبوها لانه ما جابوها بالسنوات اللي قبل. صير انت حدق شوي يعني بتصير تعرف شو الاسئله اللي ممكن تيجي. فعلا كانت اغلب الاوقات تزبط معي. للعلم يعني ما في اشي بيجيبوه برا الكتاب، هم ممكن يصعبوا اسئلة وممكن مش عارف شو، بس يعني الاساس موجود والفكرة موجودة والاسئلة موجودة، وفي مليون طالب قبليك امتحن ومليون سنة دراسية راحت ومليون امتحان عملوه، فمستحيل انهم يجيبوا اسئلة كمان يعني اكتر من هيك. يعني كل الاسئلة او اغلبها بتلاقيها بالسنوات السابقة لو تبحبش ولو تضل تحل 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 تحل،
انت اصلا هيك بتخلي المعلومات تثبت براسك اكتر، يعني تخيل انت كل سؤال ترجع تراجع الدرس تبعه خلاص، يعني انت عن جد انا بضمن لك الفل. لا تشوف معدلات القبول تبعت السنوات الماضية وعلى أساسها تقرر كم معدل بدك تجيب، هاي الحركة لا تعملها بالمرة. معدلات القبول السنوية سنوية، يعني كل سنة بتختلف ما دخل، فأنت لا تطلع أبداً على معدلات القبول، مش إشي ثابت عشان أنت تمشي تخصصك اللي بدك إياه على ما دخل بالمرة، لا تقارنهم بعض بالمرة. أنت اعمل جهدك واعمل اللي عليك عشان بعدين لما يطلع المعدل ما تلوم حالك ولا تحط الحق على حالك، شو ما يجيك علامة بالآخر بتحكي الحمد لله وهذا اللي إجاني وأنا بقدرش أعمل أكتر من هيك، خلص اكتفيت. فأنت وقتها بالآخر ما حتلوم حالك بالمرة شو ما طلع المعدل. مثلا في ناس بدها زي أيام زمان كان التمريض بالسبعينات، هسه بجوز التمريض وصل بالتسعينات معدله. شوف هاي نسب من راسي، ما حدش يجي يحكي لي لا، أنا بحكي يمكن 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 بعرفش. مثلا كان معدل القبول تبع التمريض بالسبعينات قبل 3-4 سنين، هسه لانه كل الناس بتجيب معدلات عاليه فارتفع معدل القبول تبعه. مثلا واحد مش متذكر ومتذكر انه قبل 4 سنين كان هدفه التمريض، واجى وقت التوجيهي لا انا بديش ادرس لدرجه اموت عشان اجيب التسعينات، انا التمريض مثلا بده بالسبعينات، فبعد يدرس دراسه السبعينات وبالاخر بس يخلص توجيهي بنصدم انه معدل القبول تبع التمريض 99 وبعد يتدمر. ما حدا حكى لك ما تدرس، انت اعمل اللي عليك عشان ما تلوم حالك ولا تلوم حدا ولا تلوم الوزاره اللي شعلت معدلات القبول. واخر شغله بدي احكيها، وهي هاي شغله كتير مهمه وكتير ناس بيعملوها كتير 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 كتير، مش بس بالتوجيه، بالحياه بشكل عام. يعني لا تقارن حالك بحدا ولا تقارن دراستك بدراسة حدا. مثلا انت رحت على المركز او رحت على الخصوصي وقاعد مثلا تسال صاحبك انت شو عملت، هذا غلط انا احيانا كنت اعمله، اللي هو مثلا تسال انت يعني وين وصلت، شو درست، شو عملت، ليه هيك. شوفي يعني انت سؤالك ما حيغير ولا اشي، ممكن انت الاشي الوحيد اللي تاخده انك تحس بطاقة سلبية وانك ما درستش انت ولا اشي، وانه كل الناس قاعدة بتدرس وانت مسكين ما درستش، معناه بتكون مثلا مقطع حالك بس ما وصلت للدراسة اللي هم درسوها فانت بتتعقد. او مثلا انت وصاحبك تتفقوا مثلا تدرسوا وتبلشوا هاي الساعة وتخلصوا هاي الساعة وبعدين تقعد تقارن مين درس اكتر، هاي الشغلة كتير بتدمر. يعني خلص، يعني كل واحد له قدراته، كل واحد له طريقة حفظه، ما دخل بالمرة. يعني لا تقارن حالك بحدا بالمرة، مادام انت شايف حالك ماشي منيح وماشي مع الأستاذ ومش متأخر ولما يجيك سؤال بتحله والأستاذ مكيف عليك وما شاء الله عليك، خلص لا تقارن حالك بحدا بالمرة. وآخر إشي بحب أحكي إنه التوجيه هي سنة عادية زي أي سنة في الحياة، بس الاختلاف فيها انه هاي السنة انت بتتوتر فيها عشان بصير تحسب انه في حياة كاملة بعدين حتكون معتمدة على سنة التوجيه وعلى التخصص اللي انا بدي اطلع فيه. يعني هاي هي الشغلة الوحيدة اللي ممكن توتر الطلاب وانه تخليه يفكر اكتر وانه سنة بصير شو، بس عادي انا برأيي ادرسها زي اي سنة فاتت. اذا انت من الناس الشاطرين وطول عمرك بتجيب التسعينات معناته انت دراستك مزبوطة وما في اي غلط بدراستك، فانت كمل على دراستك بس شد حيلك اكتر من ناحية الاسئلة والوقت الدراسة اكتر وهيك، بس انت بما انك بتجيب طول عمرك بالتسعينات فانت بالسيف سايد. اما للناس اللي مثلا ما كانت كتير وبدها تشد حيلها فهدول صراحة اهم النقاط اللي يعني مهم انك تركز عليها. والتوجيه مش مرحلة حرمان، عاد مثلا صار اشي مناسب وانت نفسك تحضرها من 10 سنين روح تخليهاش بنفسك، بس مش على حساب دراستك بالمرة. انا بحس طلاب التوجيه وانا من الناس اللي كنت اعمل زي هيك، ادرس اول باول واعمل كل شي علي اول باول، في حال صار مناسب بهذا اليوم خلص انا لازم اروح ما بحكي الهم. اوكي انا كان يأنبني ضميري انا ما بنكر، بس انه يعني خلص مثلا صارت انا بروح الساعة زمن ما حتأثر كتير لانه انا اصلا مش متأخرة بدراستي، فبتحس انه خلص انت مرتاح نفسيا عامل اللي عليك. بس والله هاي اكتر الاشياء اللي انا حسيت انها ممكن تفيدكو، ممكن اعمل طرق للدراسة لقدام اكتر انه اريد انا حصر ادرس كمان فحنزل لكو. اذا بتحبوا تعرفوا انه شو استمع التوجيهي وكم كان معدلي وشو صار وانا كيف درست شخصيا وهاي الاشياء فحكولي، وعادي بعمل فيديو كامل هيك فضفضة، فرصة اني اتعود على الكاميرا اكتر، اتعود اني اطلع هون مش هون. انا عارفة انه هذا الاشي مستفز، بس والله هذا كان كل اشي لليوم، ان شاء الله اكون فيديتكم. اذا عندكم اي افكار او اي مواضيع احكولي وانا ان شاء الله بحكي عنها، واذا عندكم اي تعليق على الفيديو برضه احكولي انا بتقبل النقد بس بطريقة محترمة. بس والله شكرا اذا حضرتوا الفيديو للاخر وسلام.